للأسف أنه هو ما كان بيعرف قديش تارك أثر عند الآخرين، قديش تارك أثر بكل بيت سوري، قديش تارك أثر بكل عائلة، مو بس عند السوريين، حقيقة بالوطن العربي. يا ريت، ما بعرف إذا كان أولك بيكون حس، بيكون شاف، بيكون عرف. خليني أقول إيه، يعني أنه يمكن بيريح هذا الحكي تقولي كان عرفان، إيه كان عم بيشوف. كتير مؤلم، كتير بيوجع، وما بعرف امتى بيخلص هذا الوجع. المشكلة انه عم بيزيد ما عم بيقل. كل شيء طاق حتى ضاع. كيف تلقيتي خبر الوفاة على السوشيال ميديا؟ حدا خبرك؟ حدا من الاصدقاء بعث لي مسج، انا كان الجواب مثل العادة لا اشاعة، وما بدي افتح ولا سوشيال ميديا ولا بدي اشوف. بلشت التليفونات تجيني عم بيعزوني الناس، وانا ما عم صدق، وحاولت الهي حالي باي شيء. ما ضل شيء ما عملته بالبيت، عم بطلع عم بفوت، بس لا، انه الخبر ما انه صح. تاكدت، ضليت ماني فهمانه. تاني يوم كتير كان صعب، كتير كان قاسي، كتير كان مؤلم. وامبارح يمكن أصعب شيء أنا شفته بحياتي، أكتر شيء وجعني بس بيفرح القلب بنفس الوقت.